وقبل الفيحي كذلك. سهيل برادية إيفرسون كان وجه له الحكم انذار والمساكني يوسف المساكني يوسف المساكني يوسف المساكني يحاول باش يقدم يوسف المساكني فرصة للترجي والهدف الأول. أدى الراجي والهدف الأول لفائدة الترجي الرياضي التونسي. عمل كبير كان قام به المساكني وأسامة الدراجي يتوصل إلى تحقيق الهدف الأول في دقيقة 23. لن تتغير النتيجة وتصبح هدف مقابل صفر لفائدة الترجي الرياضي التونسي. لن في دقيقة 23 أسامة الدراجي يتمكن من افتتاح النتيجة لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وعمل كبير وكبير جدا كان قام به اللاعب الشاب يوسف المساكني. كما تلاحظوا يوسف المساكني ما كانش موجود دائما وابدا في التشكيله الاساسيه لفريق الترجي الرياضي التونسي، اعتمد عليه في هذه المباراه. نعرفوا اكثر الاوقات كان يوسف المساكني يلعب كبديل في اواخر المباريات خصوصا في الشوط الثاني ويجيب الفرج من عنده هو. هذه المره شاركوا من المدرب يوسف بنزرتي وشوفوا كيفاش كره في طبق وما قصرش كذلك بالنسبه للدراجي بداخل الرجل مقوسه. شوفوا كيفاش استباته كبيره من جانب يوسف المساكني والدراجي جاته الفرصه في طبق وعرف كيفاش ما يفوتش هذه الفرصه واغاله لاول مره الحارس المتميز الى حد الان محمد بودربال. خليل شمال ترجع الكره وفرصه والهدف الثاني. الهدف الثاني ومايكل إيرامو. مايكل إيرامو يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق الترجي الرياضي التونسي. 2-0 دقيقة 42 تضعف النتيجة من تماس من كرة ثابتة تراوغ الجميع وتباغت الجميع ومايكل إيرامو يحقق الهدف الثاني. أكيد باش يكون عنده دفع أكبر لفائدة فريق الترجي الرياضي التونسي من أجل المحافظة على هذه النتيجة لتخدم مصلحته. 2-0 تصبح النتيجة. لأن بعد 23 دقيقة لعب أسامة الدراجي يتمكن من افتتاح النتيجة لفريق الترجي. مايكل إيرامو في الدقيقة 42 يتمكن من مضاعفة النتيجة وتصبح 2-0. الدراجي ومايكل إيرامو هما صاحبا هدفي الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة الختامية الجولة السادسة والعشرون من البطولة الوطنية لكرة القدم الرابطة المحترفة الأولى لموسم الرياضي 2008-2009. نتيجة طيبة تفاعل معها الجمهور الحاضر بكثافة كما قلت تقريبا كل المدارج مخصة ليه في هذه المباراة الختامية. هذا اللاعب اللي عمره تقريبا 19 سنة فقط يتمكن لأنه من مواليد أكتوبر 90 قدم مباراة طيبة خصوصا كلاعب وسط ميدان وكلاعب صانع العاب تحديدا قدم مردود طيب تبع الهجوم وباهي الفرصه ومايكل إيرامو. مايكل إيرامو الهدف الثالث. مايكل إيرامو الهدف الثالث والدراجي كان صاحب التمريره الذكيه. الهدف جاء بصفه مبكره في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني في الدقيقه 48 يتمكن مايكل إيرامو من إحراز هدف الثالث ويمكن القول هدف الإطمئنان ويكون هدف البطولة ربما. على كل حال ما نسبوش الأحداث دائما وابدا نلتزم بالحياد وبالموضوعية لأن كرة القدم علمتنا كثير من الأشياء ولكن صعب صعب جدا على فريق النجم الرياضي الساحلي باش يرجع هنا في المنزل وكل الجماهير موجودة لنصرة فريق الترجي الرياضي التونسي. شوفوا كيفاش الدراجي بذكاء كبير ياسر بعيدة على الجمال كانت وذكاء من مايكل إيرامو بالرغم من الحارس حب يسكر له الزاوية. شوفوا الدربالة يقدم باش يسكر الزاوية لكن كانت في زاوية مستحيلة وتسقط الكرة الشباك معلنة عن الهدف الثالث لفريق الترجي الرياضي التونسي. 3-0 وثنائية وفي 24 مباراة 18 هدف. شوفوا قداش معدل الأهداف بالنسبة إلى مايكل إيرامو نجاعة كبيرة وكبيرة جدا تقريبا في 24 مباراة مع 18 هدف تقريبا ثم 6 مباريات فقط. إذا كان واحد يحب يحسب على كل مباراة معدل كل مباراة ما سجلش. مهارات الفنية هذا داخل في إطار اللعبة وعلى حسب نتيجة المباراة.
والمعنويات كما تعرفوا عندها أهمية كبرى في لعبة كرة القدم، وشفنا كثير من الفرق حتى فرق محترفة وتضم في صفوفها أمهر اللاعبين، لما النتائج ما تكونش طيبة أكيد حتى بالنسبة للمردود متاعهم يكون بعيد. تبقى الكرة بحوزة فريق النجم الرياضي الساحلي، وتصويبه وفرصة للهدف، تذليل الفارق، تذليل الفارق عن طريق سادات بخاري، سادات بخاري ذلل الفارق في الدقيقة 70، دقيقة 70 سادات بخاري يذلل الفارق وتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف. كما تلاحظوا شفتوا فريق النجم الرياضي الساحلي ضغط في الآونة الأخيرة على فريق الترجي الرياضي التونسي، لقى صعوبات جمة في خرق محور دفاع فريق الترجي الرياضي التونسي واتحت له فرصة. شوفوا كيفاش سادات بخاري رغم بعض عناصر فريق الترجي تطلب ثم تسلل لأنه كان متقدم سادات بخاري، والحكم ومساعد الحكم يأمر بمواصلة اللعب وتكون 3 أهداف مقابل هدف. توانس الكل، ويهمنا خصوصا ان الرياضه هي باش تكون صحيا، تبعوا الهجوم هدايا وفرصه والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائده فريق الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع وأوري بيانفينو يتمكن في الدقيقه 75 قبل ربع ساعه، أوري بيانفينو حث عن الهدف وجاء على اثر كره ثابته، على اثر كره ثابته 4 أهداف مقابل هدف، وامامكم أوري بيانفينو وفرحه كبيره للترجي الرياضي التونسي وقبول هذه النتيجة من جانب فريق النجم الرياضي الساحلي مهما كانت الثقل متاعها. شوفوا كيفاش كرة تهرب وأوري بيانفينو يقص على الناس الكل، يقص على الناس الكل، ولو سهيد بن راضية يطالب بلمسة يد هاي الإعادة من زاوية أخرى، والكرة ياخذها بسق وتجيب هدف رابع من أوري بيانفينو، 4 أهداف مقابل 0. ذكركم بشريط الأهداف في الدقيقة 23 أسامة الدراج يفتح النتيجة، في الدقيقتين 42 و48 مايكل إيرامو.